يا مساء الفل والجمال على حضراتكم مشاهدينا ومشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من الطريق الى المونديال. والافراح ما زالت مستمره، فرحتنا برجالتنا وفريقنا القومي ومنتخبنا الوطني وفوزه بالامس على كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحيه وصعوده الى دور الثمانيه لملاقات اسود الاطلس منتخب المغرب. خلينا نبتدي مع حضراتكم سريعا ببعض الاخبار السريعه. اللجنة المنظمة للبطولة زي ما كنا قلنا لحضراتكم امبارح، لقائنا يوم الأحد إن شاء الله قدام منتخب المغرب يتم تقديمه ساعة عشان يبتدي الساعة 5 بدل الساعة 6. والسبب في التفصيلة دي إنه اللقائين هيتلعبوا على نفس الملعب، يعني لقائين دور الثمانية مصر أمام المغرب ومباراة السنغال أمام غينيا الاستوائية هيتلعبوا على نفس الملعب، وده السبب اللي عشانه تم تقديم لقاء مصر والمغرب بقى الساعة 5 بدل الساعة 6، لأن نظرا طبعا لغلق استاد أولمبيك، الاستاد اللي كان شهد حادثة التزاحم اللي حضراتكم أكيد تابعتوها، وكان المفروض أن الاستاد ده هيستقبل لقاء من اللقاءين دول، وكان ساعتها لقاء هيتلعب الساعة 6 ولقاء هيتلعب الساعة 9 كالمعتاد، ولكن لغلق هذا الاستاد وإقامة اللقاءين على ملعب واحد اللي هو ملعب أحمدو أهيجو، فبالتالي تم تقديم لقاء منتخب مصر وتقديم موعده عشان يتلعب الساعة 5 بدل الساعة 6. كمان بعثة منتخب مصر وصلت إلى يوندي بسلامة الله عشان إن شاء الله تتم استعداداتها عشان هذا اللقاء المرتقب أمام منتخب المغرب إن شاء الله يوم الأحد اللي جاي. وطبعا النهاردة على مدار حلقتنا هيكون عندنا تفاصيل كتيرة جدا مع الزملاء والأصدقاء الأعزاء إسلام سامي ومروان الشافعي، هنستعرض مع حضراتكم أبرز التفاصيل التكتيكية والفنية اللي تمت في لقاء الأمس أمام منتخب كوت ديفوار، وإزاي قدر منتخبنا يتفوق على منتخب كوت ديفوار، ومين أبرز نجوم منتخبنا اللي أكيد كلهم امبارح كانوا نجوم فوق العادة، بس هنتكلم بشكل فني وتكتيكي ورقمي أكتر. كمان هنستعرض مع حضراتكم كل ما يخص منتخب المغرب الشقيق اللي كمان على الجانب الآخر هو بيستعد لهذا اللقاء القوي جدا، خاصة وده اللي تم ذكره بشكل كبير جدا من الصحف المغربية، إن هم مش عايزين على حد وصف يعني الصحف المغربية اللي بتحذر لاعبيها من نكسة الجابون. لو تفتكروا حضراتكم احنا كنا لعبنا منتخب المغرب الشقيق في كأس الأمم الأفريقية في الجابون في عام 2017، لعبناهم في دور الثمانية وكسبناهم 1-0 كان بهدف محمود عبد المنعم كهربا ساعتها لما كان هكتور كوبر بيدرب منتخب مصر. فالصحف المغربية النهاردة كلها بتتكلم إن منتخب المغرب لازم ياخد باله من منتخب مصر، وإن وحيد خليلوزيتش لازم ياخد باله من اللقاء القادم ويقدر ويحترم المنتخب المصري بشكل كبير جدا، وبيذكروا المنتخب المغربي بهذا اللقاء اللي كان في 2017. وكمان المغرب الاتحاد المغربي نظم رحلات مجانية لكتير من المشجعين والجمهور المغربي الشقيق عشان يكون موجود أسوة بالجمهور المصري ويؤازر المنتخب المغربي من أرض الملعب. إن شاء الله يكون لقاء جيد جدا على المستوى الفني، نتمنى فيه طبعا التوفيق والنجاح لمنتخبنا الوطني، وإن شاء الله يكون فائز في هذا اللقاء. وبالتالي طبعا بنتمنى إن اللقاء يطلع بشكل جميل جدا على مستوى الأخوة والروح الرياضية، اللي الحقيقة واحد من أهم وأجمل الحاجات اللي احنا شايفينها ومن المظاهر الإيجابية اللي احنا شايفينها في هذه البطولة، بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، هي الروح الجميلة جدا 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 اللي موجودة بين الشعوب العربية وتحديدا شمال أفريقيا. بنشوف ازاي الروح دي باينه واضحه على السوشيال ميديا، ازاي الجمهور الجزائري كان بيشجع منتخب مصر امام كوت ديفوار، ازاي الجمهور المصري والجزائري والمغربي كان بيشجع منتخب تونس امام نيجيريا. فنتمنى ان الظاهره الحميده والايجابيه دي اللي هي واحده من اهم الاستفادات من الرياضه اساسا، تقارب ما بين الشعوب، تفضل مستمرة. الكلام ده ممكن يبدو ان هو كليشيه شوية، يبدو ان هو كلام نظري وكلام مثالي شوية، لكن دي حقيقة الأمور وده جوهر الرياضة، ان هي بتقرب وتقرب ما بين الشعوب، ودي حاجة لافتة جدا للنظر تقف عندها وانت بتشوف السوشيال ميديا، تشوف ازاي ان الجمهور العربي وتحديدا جمهور شمال أفريقيا تخلى عن الكثير من
الحميه الغير مرغوب فيها اللي كانت بتبقى موجوده في بعض من الاوقات، وكان في شكل من اشكال السلوك الجميل جدا 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 والتشجيع الجميل جدا للمنتخبات العربيه وبعضها البعض. نروح ليا ويندي، نروح للعاصمه الكاميرونيه يا ويندي مع الزميل العزيز حسن غنيمه عشان نتعرف منه على اخر المستجدات في معسكر منتخب مصر. يا ابو علي مساء العسل عليك. مساء الخير والياسمين على زميلي العزيز كابتن ابراهيم عبد الجواد، ومساء الخير على كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. بالتاكيد يا ابراهيم احنا دلوقتي يعني في اجواء كده ارتياح بعد فوزنا امبارح في ملحمه مصريه على الفريق الايفواري، مصر في دور الثمانيه لكاس لبطوله افريقيا هنا في الكاميرون. ده بالتاكيد شيء طبيعي جدا، والحقيقه يعني كل اللعيبه خلاص اغلقت يعني المباراه امبارح، والفوز والفرحه اللي كانت عارمه في فندق اقامه منتخبنا الوطني من امبارح، واللعيبه النهارده حتى في الطياره منذ قليل كانوا مركزين جدا وبشكل قوي جدا في مباراه المغرب. كل اللعيبه مش بتفكر في اي شيء غير الفوز على المنتخب المغربي الشقيق في المباراه اللي هتتلعب يوم الاحد على ملعب احمدو اهوجو. ويمكن تم نقل المباراه من ملعب الاولمبي طبعا، اللي كلنا يعني كنا زعلانين جدا بعد الفاجعه الانسانيه اللي حصلت وموت 8 من المشجعين الكاميرونيين منهم طفل تعرض للدهس. عشان كده الكاف قرر انه ملعب اولمبي خلاص هيتشد عليه الشمع الاحمر ومش هيتلعب عليه اي مباريات ثانيه، لانه بالتاكيد بقى بيرتبط باحداث ماساويه. عشان كده المباراه تم نقلها الى ملعب احمدو اهوجو اللي لعبت عليه مصر والسودان المباراة الثالثة في دور المجموعات. وبالتأكيد ده ملعب وشه حلو على البعثة المصرية والفريق المصري، وقدرنا ان احنا نفوز على الفريق السوداني الشقيق. وبالتأكيد برضو هتبقى فايدة كبيرة لمنتخبنا الوطني انها مش هتكون المباراة الاولى على هذا الملعب، ولعبتنا بالتأكيد اعتادوا على ارضيته، وكانت ارضيته الحقيقة يعني مش احسن حاجة، ولكن بالنسبة لملاعب البطولة كانت كويسة جدا. اللعيبة قدرت ان هي تمشي الكرة عليه بمنتهى الاريحية. لكن زميلي العزيز ابراهيم بقى خليني اقول لك، النهاردة برنامج يوم منتخبنا الوطني منذ تحركنا من مدينة دوالا الى وصولنا الى العاصمة الكاميرونية ياوندي، يمكن الطيارة اتحركت من دوالا في تمام الساعة 6 بعد ما كان ميعادها أصلا 5، وبالتالي خلاص موضوع تضارب المواعيد ده أصبح خلاص معتاد بالنسبة لنا وللبعثة المصرية. يعني لما بيتحط ميعاد إن الطيارة الساعة 5 الطبيعي جدا إن إحنا بنقلع الساعة 6، ودايما بتكون الصالة في المطار بتكون ضيقة وبنضطر نفتح الصالتين على بعض عشان تكفي عدد أفراد البعثة المصرية. يمكن رحلة الطيران استغرقت حوالي ساعة، من نص ساعة لحوالي 45 دقيقة في الجو، وبعد كده نزلنا للعاصمة الكاميرونية. بعدها اللعيبة ركبوا الأتوبيس الحقيقة واتجهوا إلى فندق الإقامة في مسافة يعني استغرقت حوالي من ساعة لساعة وربع، لأن هنا المسافات بتكون كبيرة شوية، المطارات والاستادات بتكون موجودة بره المدن أو في ضواحي العاصمة ياوندي. احنا ولعيبة منتخبنا الوطني اللي كانوا الحقيقة مرهقين من رحلة طويلة جدا، الرحلة مش طويلة في عدد ساعتها في الجو، ولكن طويلة في كواليسها اللي حوالين الرحلة، دايما كل حاجة هنا بتاخد وقت شوية، دايما الشنط كمان يعني لغاية دلوقتي احنا واقفين الطيارة نزلت هنا في ياوندي، وحتى الآن الشنط لسه ما وصلتش من المطار، لأن طبعا يعني ده يعني في شوية حاجات كده في التنظيم مش أحسن حاجة، لكن خلاص احنا اتعودنا على مثل هذه الظروف، وبالتأكيد لعيبة منتخبنا الوطني معتادين على الظروف الصعبة دي. يمكن احنا لما جينا هنا العاصمة الكاميرونية درجات الحرارة بقت أفضل شوية من مدينة دوالا اللي كانت يعني اللي كانت بتمتاز بارتفاع درجات الحرارة، والرطوبة كانت عالية جدا هناك. يمكن هنا الحرارة بقت كويسة شوية، يعني هي 33 درجة بعد ما دوالا، والرطوبة هنا واصلة لحوالي 60%. ده بالتأكيد بالنسبة لدولة الكاميرون حاجة كويسة جدا ان الاجواء بدأت تبقى افضل. لكن يا ابراهيم برضو خليني اطمنك على حالة المصابين. الحقيقة النهاردة كنت يعني بتكلم مع محمد الشناوي حارسنا الكبير اللي خلاص تأكد بعد اجراء الاشعة لإصابته بشد في العضلة الخلفية، يعني صعب شوية ان الشناوي يلحق بالمباراة المقبلة، ويصبح بقى الاعتماد على
أبو جبل أنه يكون الحارس الأساسي في مباراة المغرب المقبلة، لكن بالتأكيد ما يمنعش أنه محمد الشناوي حارس كبير وكان الحقيقة متألق وأدى في واحدة من أفضل مبارياته بالأمس أمام المنتخب الإيفواري، وده اللي قاله كل خبراء الكرة الحقيقة. يعني الشناوي امبارح شال أكتر من كرة في 90 دقيقة، الحقيقة كانوا يعني كفيلين أن المنتخب الإيفواري يدخل في المباراة، لكن دايما الشناوي بيكون في الموعد ودايما بيكون عند حسن الظن في المباريات الكبيرة. وكمان محمد أبو جبل الحقيقة لما نزل كان بنفس المستوى، ودي الروح اللي موجودة بين الحراس الحقيقة. الحضري عامل روح جميلة وحالة استثنائية داخل المعسكر ما بين الحراس، وشفنا قد إيه بقى النفسية السالكة ما بين الشناوي وأبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد. لما الشناوي اتصاب امبارح كله جري على أبو جبل وأولهم الشناوي، وكان بيشد من أزره امبارح في الملعب. يمكن يا إبراهيم خليني أقول لك أنه بالرغم من أنه الجيل ده أول تجمع ليه بالشكل ده، وفي عناصر جديدة موجودة في منتخبنا الوطني بتشارك لأول مرة في بطولات أفريقيا، إلا أنه يعني بقالنا هنا حوالي داخلين في 3 أسابيع موجودين في الكاميرون الحقيقة، وده خلى الروح جميلة جدا جوه المعسكر. اللعيبة كلها بقت قريبة من بعض، ما تحسش ان بقى في لعيب كبير او لعيب قديم في او لعيب قديم في المنتخب الوطني او لعيب حديث العهد او حديث الانضمام للمنتخب الوطني. تحس ان اللعيبة كلها بقوا قريبين من بعض وخايفين على بعض، ويمكن حتى الروح دي ظهرت في مباراة كوت ديفوار في الملحمة المصرية الحقيقة اللي حصلت. يعني الحقيقة يعني أفيال الإيفوارية كانوا مستأنسين وكانوا خايفين من تيشيرت منتخبنا الوطني. كمان عاوز أطمنك على إصابة حمدي فتحي. حمدي فتحي قد يلحق بمباراة المغرب لأنه خلاص تأكد إصابته بشوية إجهاد في العضلة الضمة، والجهاز الطبي الحقيقة على قدم وساق بيحاول إن هو يجهزه عشان المباراة المقبلة أمام المنتخب المغربي. كمان النهاردة الصبح في مدينة دوالا كان في تمرين كده في صالة الاجتماعات أو قاعة الاجتماعات الموجودة داخل الفندق، لأنها كانت قاعة ضيقة شوية، فتم يعني التمرين على جزئين، الجزء الأول للعيبة اللي شاركت في المباراة امبارح، والجزء الثاني للعيبة اللي ما شاركتش عشان طبعا بيكون في أحمال مختلفة. النهاردة الحقيقة يعني الحقيقة واضح جدا علامات الرضا على وجه كيروش، واللي حتى بيتكلم مع الجالية المصرية اللي كانت موجودة في المطار، بالتأكيد يعني يشاور لهم كده بعلامة النصر انهم بإذن الله قادر وان منتخبنا الوطني قادر على العودة بالكاس بإذن الله الى القاهرة. يا إبراهيم حسن، اهم معلومتين مصر كلها عايزين يطمنوا منك على النجوم بتوعنا الشناوي وحمدي فتحي، مدة الغياب قد ايه؟ يعني هل الاثنين يقدروا ان شاء الله يلحقوا بما تبقى من لقاءات البطوله ولا لا؟ ووفقا للي انت شايفه وللمعلومات اللي عندك، مين هيكون بديل حمدي فتحي؟ انت قلت لنا ان ابو جبل هو اللي ان شاء الله هيكون موجود ماتش المغرب، مين هيكون بديل حمدي فتحي؟ الحقيقة مدة غياب محمد الشناوي لم تتحدد حتى الآن، ولكن طبعا زي ما احنا قلنا انه خلاص تأكد غيابه عن مباراة المغرب المقبلة. يمكن الإصابة دي ممكن يغيب على أساسها حوالي أسبوع، يعني إن شاء الله لما ربنا يكرمنا ونروح للأدوار المقبلة أو دور السيمي فاينل ممكن محمد الشناوي يكون موجود، لأن الإصابة إن شاء الله مش هتاخد وقت كبير. ويمكن إصابة الشناوي هتتحدد أكتر من خلال عودته أو التأهيل الطبيعي ليه، بالتأكيد الشناوي من اللعيبة الرجالة اللي عندها إصرار إنها ترجع بسرعة زي ما حصل مع الونش الحقيقة اللي بيرجع يوم بعد يوم، وممكن جدا إن احنا نلاقيه قريبا موجود في التشكيل الأساسي. كمان الشناوي من بعد الإصابة امبارح مش ساكت الحقيقة، دايما في قعدات كده خاصة مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخبنا الوطني ودكتور التأهيل الطبيعي، بيقول لهم يلا أنا عايز أبدأ البرنامج بسرعة، عاوز أرجع، عايز أبقى موجود إن شاء الله في السيمي فاينل مع المنتخب وأرجع مرة تانية للتشكيل الأساسي. ولكن من خلال رؤيتنا أو معلوماتنا الطبية إنه إن شاء الله الموضوع مش هيطول عن أسبوع مع محمد الشناوي يرجع سريعا إن شاء الله لقائمة منتخبنا الوطني. أما حمدي فتحي الحقيقة إصابة الإجهاد دي ممكن يرجع كأساسي في مباراة المغرب، ولكن من خلال رؤيتي الشخصية أنا شايف إنه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني من المدربين اللي بتخاف على اللعيبة، يعني مش من المدربين اللي عندها أنانية اللي هي ممكن تدفع بلعيب ولو مصاب بنسبة 1% إبراهيم، وده بصراحة شيء يحسب له. فهو اللي هيتحدد على أساسه
مشاركة حمدي فتحي في المباراة المقبلة هو حالته ايه في التدريبات؟ يعني بكرة ان شاء الله من المنتظر ان ممكن حمدي يريح، اليوم اللي بعده هينزل في التدريبات الجماعية، اداؤه ومستواه في التدريبات الجماعية هو اللي هيحدد اذا كان ينفع يكون موجود بشكل اساسي في مباراة المغرب ولا لا، او خاصة اني اعتقد انه هيكون متاح طبيا في خلال 48 ساعة. لو اتكلمنا على في حالة غياب حمدي فتحي، اعتقد انه البديل الابرز واللي واضح في التدريبات واللي واضح من اهتمام كيروش ليه هيكون مهند لاشين بجوار النني والسولية، وحتى ده واضح من خلال اجتماعات خاصة كده ما بين كيروش وما بين مهند لاشين الحقيقة داخل المعسكر. عشان كده انا برشح انه مهند لاشين هيكون هو الاقرب، وحتى ده من معلوماتنا من مصادر مقربة داخل الجهاز الفني. ابراهيم ليك كل الشكر، ليك ابو علي كل الشكر لزميلنا العزيز المتالق والمميز دوما حسن غنيمه، كان موجود معانا من العاصمه الكاميرونيه ويندي، وجاوب على اسئله مهمه كتير بتهم كل الشارع والجمهور المصري حوالين حاله نجومنا المصريين محمد الشناوي وحمدي فتحي، ومين البديل المنتظر لو حمدي فتحي ما قدرش يكون موجود بشكل كامل، وفي اتم الجاهزيه الفنيه والبدنيه والطبيه للقاء المغرب القادم. واشار حسن وقال لنا انه مهند لاشين هو ممكن يكون البديل الابرز في ذهن واذهان الجهاز الفني لمنتخب مصر. روح لحضراتكم او اروح مع حضراتكم لخبر في غايه الاهميه. بيان من الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. عنوان هذا البيان بيقول ايه؟ بيقول كود مهني للبرامج الرياضيه تلتزم به المتحدة للخدمات الإعلامية. محتوى هذا البيان كالتالي: أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كود مهني للبرامج الرياضية، وذلك كمبادرة الهدف منها احترام الجميع لكافة الأندية الجماهيرية وغيرها على حد سواء، ويشرف على تقييم تنفيذ هذا الكود عدد من الخبراء الإعلاميين والأكاديميين والرياضيين، كما يضع هذا الكود المنتخب المصري لكل اللعبات على رأس أولويات تلك البرامج دون انحيازات، ويلتزم بهذا الكود كافة مقدمي البرامج الرياضية والمحللين وضيوف تلك البرامج، وقد بدأ التنفيذ الفوري والعملي لهذا الكود. حاجة وبيان ومبادرة تستحق مليون تحية. من 2017 يعني من 5 سنين فاتوا أول مرة اتكلمت فيها عن الموضوع ده، والحقيقة على مدار ال5 سنين مفيش مرة جالي فيها إحباط إن أنا أفضل أتكلم في هذا الموضوع، لأني عندي قناعة شديدة جدا إنه ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه النعمة إن إحنا نكلم حضراتكم من مكاننا اللي إحنا موجودين فيه، أيا كان المكان اللي الواحد بيشتغل فيه أو موجود فيه، عشان نحاول نعمل أي حاجة إيجابية أو مفيدة. والحقيقة لما جينا على مدار الفترات اللي فاتت وشفنا نغمة كبيرة وعالية ومزعجة من، مش هقول انتقادات لأن هي لا يطلق عليها نقد، تجاوزات وتطاول في حق كتير من لاعبتنا، اتكلمنا مع حضراتكم الأسبوع اللي فات وقلنا إن كفاية 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 الشكل ده، وكفاية المحتوى ده، وكفاية الأسلوب ده من التطاول والتجاوز. والحقيقة كون صريح جدا مع حضراتكم، انا فوجئت، اقسم بالله العلي العظيم فوجئت برد الفعل. كل الشكر والاحترام والتقدير لحضراتكم ايها المشاهد العزيز، كل الشكر والاحترام والتقدير لحضراتكم، كل الشكر والاحترام والتقدير لكل النجوم الكبار بجد اللي تواصلوا معانا وايدوا ودعموا التوجه ده، توجه ان نطل على حضراتكم بشكل وبمحتوى يليق بيكم اولا، ويرتقي لحجم وقدر اللي بيتكلم والمتكلم عنه اللي هم اللاعبين وافراد المنظومه الرياضيه وتحديدا الكرويه.
كل الشكر والاحترام والتقدير لحضراتكم، لأنكم نسفتوا المعلومة المغلوطة اللي بتقول أصل الجمهور عايز كده، أصل الجمهور بيحب كده. وحقيقة الأمر إن فطرة ربنا السليمة في البني آدم السوي الطبيعي إنه دايماً بيبقى ميال للحاجة الحلوة، الحاجة اللي فيها خير، الحاجة الطيبة، الحاجة الإيجابية، الكلمة الطيبة يعني. والله العظيم أنا ما كنت مصدق رد الفعل اللي جاي من حضراتكم، من تشجيع إن إحنا نفضل متبنين القصة دي، من تشجيع إن إحنا كلنا ضد انتقاد، وبرضه مش هقول انتقاد، إن إحنا كلنا ضد التجاوزات اللي زادت قوي الفترة الأخيرة في حق وفي حقوق لاعبتنا. عشان كده كل التحية والتقدير والاحترام للمسؤولين في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إحساسهم بنبض الناس وإحساسهم بشعور الناس ودعمهم لينا في هذه المبادرة، دعمهم لينا في هذا التوجه، دعمهم لينا إن إحنا نرتقي بالمحتوى الرياضي. يعني تخيل حضرتك اللي بين قوسين بيتقال عليه رياضي اللي بيوجه لحضراتكم، ويبقى المشاهد العزيز والكريم هو الدعم الأكبر، هو اللي في ظهرنا طول الوقت عشان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اللي هي في الأول وفي الآخر بتنتج برامج وبتدير قنوات عشان هذا المشاهد الكريم العزيز الطيب اللي يستاهل إن إحنا نطل عليه بشكل محترم، شكل يليق بيه. فكل الشكر مرة أخيرة ومرة الألف ومليون للشركة المتحدة ومسؤوليها على هذا الكود المحترم اللي أعتقد إنه هيفرق كتير جداً الفترة اللي جاية مع نوع وشكل المحتوى اللي بيقدم لحضراتكم من خلال البرامج الرياضية. من هذا البيان الجميل والمحترم نروح مع حضراتكم إلى حاجة في منتهى الجمال والحلاوة، والواحد بيبقى مبسوط ومنتعش وهو بيتكلم عن الحاجات الإيجابية. امبارح اتكلمنا عن الروح القتالية اللي كانت موجودة في أرض الملعب، واللي كانت واحدة من أهم أسباب فوزنا على كوت ديفوار، وهي السبب الأساسي والأهم من حب وتقدير واستقبال الناس العظيم لأداء منتخبنا امبارح. الناس امبارح فرحت وبسطت بأداء المنتخب قبل النتيجة. بس زي ما اتكلمنا عن الروح القتالية، أنا عايز أتكلم عن روح أخرى، الروح الجميلة اللي موجودة ما بين لعيبة منتخب مصر، وهختزل أو هاخد مثال للروح دي ما بين اتنين، ما بين وحشين، ما بين أسدين، ما بين سدين، الشناوي وأبو جبل. الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي هي صورة بليغة، يعني صورة بمليون كلمة وبملايين المشاعر الطيبة الجميلة، صورة بتوري لحضرتك ولحضرتي ولينا كلنا إن النفسية السالكة على حد تعبير زميلنا حسن غنيمة، والنفسية السوية الجميلة الحلوة، النفسية دي هي واحدة من أهم أسباب نزول توفيق ربنا سبحانه وتعالى. توفيق ربنا اللي كان معانا امبارح واللي أكرمنا بيه ربنا سبحانه وتعالى امبارح، واحد من أهم أسبابه نزول هذا التوفيق هي الروح دي، الروح الجميلة اللي احنا شايفينها دي، الروح اللي بالفعل مش بالكلام نجمين كبار جدا بيوجهوا بيها رسائل كتيرة جدا 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 في جبهات كتيرة وفي نواحي كتيرة، كلها رسائل في منتهى الإيجابية ومنتهى الجمال. والحقيقة إن في معنيين يعني قلت أشاركهم مع حضراتكم، لأن هما معنيين جم على بالي وأنا بشوف المشاهد والصور الحلوة الجميلة اللي ما بين أبو جبل وما بين الشناوي. المعنى الأول إن كرم ربنا سبحانه وتعالى يساعد الجميع، كرم ربنا يساعد الجميع، يساعد الكل. مش لازم عشان واحد يبقى كويس وربنا يكرمه يبقى التاني وحش، مش لازم عشان واحد الناس تشيد بيه يبقى الناس هتنتقد الآخر وتنتقص من قدره، لا، ده ممكن كرم ربنا مش يساع اتنين، ده يساع ملايين، يساع الدنيا كلها في نفس التوقيت. شوف حضرتك ان الشناوي واحد من اهم نجوم المباراة،
لولا التصديات الاسطوريه الاعجازيه اللي عملها الشناوي ما كناش وصلنا لركلات الجزاء الترجيحيه. وشوف برضو ان التصدي الاعجازي اللي عمله ابو جبل اول ما نزل والتصدي الاعجازي اللي عمله ابو جبل في البينالتي هو برضو اللي كسبنا. فاحنا كلنا طالعين بنشيد باتنين مش عارفين مين فيهم احسن من التاني، الاتنين احسن من بعض. فمسج كده تيجي للواحد وهو بيشوف الصور دي ان نفسية محترمة وسالكة كرم ربنا يجي على الكل ويساعد كل، مش لازم عشان انا ابقى كويس غيري يبقى وحش، ومش لازم اتمنى الوحش لغيري عشان انا ابقى كويس. لا يا عم بالعكس، ده رزق ربنا متوسع متوزع ومتقسم لده ولده ولده ولده، والقصة مش مدببة يعني مش واحد بس، لا ده تسع من الحبايب ألف ومليون وستمائة مليون، وده ربنا اللي بيعمل اللي ما يخطرش على بالك ويرزق الكل ويكرم الكل. المعنى التاني شوف برضو درس في اليقين، درس في اليقين بالله سبحانه وتعالى ان وعده وعد رباني انه لا يضيع اجر من احسن عمله. شوف تلف لابو جبل وتجيله من على الدائري، يعني شوف تلف منين وتجيله من فين، من وضع في الزمالك ما كانش احسن وضع وشكوك حوالين احقيته بان هو الحارس الاساسي للزمالك ولا لا، ومن واحد بيجيله كورونا فما يسافرش مع المنتخب، لواحد ينزل في ماتش اقصائي قدام منتخب كبير جدا في توقيت صعب جدا، ودي حاجه يا جماعه في منتهى الصعوبه، انت نازل مثلا مش بعد 10 دقائق ربع ساعه تلت ساعه فهتقدر تاخد يعني المود بتاع الماتش وحساسيه الماتش، ده انت نازل في وقت في منتهى الصعوبه، اي غلطه منك الناس كلها هتشيلك الليله، فتقوم تعمل تصدي اعجازي ربنا سبحانه وتعالى يجعلك السبب المباشر في التصدي لركله الجزاء فتكسب فرقتك مع زمايلك. فشوف شوف ربنا، يعني ده انا 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 وقع الموضوع عليا كده، ان انت طول ما يقينك بربنا ان انت اعمل اللي عليك وسيبها عليه وسيب التوقيت عليه وسيب حكمه التوقيت عليه هيرضيك وهيجبر بخاطرك في توقيت هو الاحلى والاجمل. يعني ابو جبل لو قعد مسك ورقه وقلم وكده وعمل سيناريو ما عمره ما يطلعه بالجمال والحلاوه دي ولا اي حد فينا، لأن محدش يقدر يتوقع قدرة القدير. المعاني اللي أنا بقولها لحضراتكم دي معاني في منتهى الجمال، اتكلم عليها أبو جبل واتكلم عليها الشناوي بعد الماتش وأكدوا على كلام محمد صلاح إن إحنا كلنا واحد وإحنا كلنا محمد وإحنا كلنا منتخب مصر، وأكدوا على المعاني اللي قالها قائد منتخب مصر محمد صلاح وإن إحنا وإحنا موجودين هنا إحنا روحنا إن إحنا منتخب مصر ومفيش حاجة تعلو على قيمة منتخب مصر، وده اللي بقوله لحضراتكم إنه ودي دايماً قناعتي إن قيمتك كنجم لا تكتمل إلا بمردودك الإنساني جنب مردودك جوه الملعب ومردودك الفني. قيمتك كنجومية بتكتمل بالاتنين دول مع بعض، وقيمتك كإنسان بقى بشكل عام بالأثر اللي أنت بتسيبه. فشوفنا إزاي لعيبة منتخب مصر ادولنا الأثر الطيب والمردود الطيب جوه الملعب بالرجوله والكفاح والقلب اللي هم عاملينه امبارح، وعلى الجانب الاخر شفنا برضو ازاي ادونا الاثر والمردود الايجابي المحترم الطيب بسلوكياتهم وبروحهم الحلوه الجميله بره الملعب. اخيرا قبل ما اطلع لفاصل سريع ونستقبل اصدقائي الاعزاء اسلام سامي مروان الشافعي، هتكلم مع حضراتكم عن رقم مميز جدا لنجمنا الاسطوري محمد صلاح. قبل ما نطلع على الهوا واحنا بنحضر الحلقه، رئيس تحريرنا العبقري عمريكو عمر عبد الله لفت نظرنا كلنا الى رقم مميز جدا، رقم في منتهى الاهميه. ايه هو الرقم ده؟ تعالوا نشوف مع حضراتكم. ارقام محمد صلاح بتقول انه استلم الكره 40 مره، وده رقم يبدو عادي بس هو مش عادي مقارنة بالضغط الرهيب اللي بيبقى على محمد صلاح في البطولة. استلامه للكرة الصحيح 100% يعني 40 من 40، مراوغات 5 صحيحة، 3 تسديدات 3، دي كلها أرقام بالنسبة للأسطوري عادي ما فيهاش مشكلة. تسديدات على المرمى 2
ما فيهاش مشكله. صناعه الفرص بقى، وده الرقم المميز اللي عمريكو قال لنا عليه، صناعه الفرص 8 وهي الاكثر في المباراه. يعني مثلا نيكولاس بيبي نجم وجناح الارسنال عمل 4 فرص لزمايله، محمد صلاح الضعف. طب تعال قارن بقى، ودي الملحوظه المهمه بتاعت عمر، تعال قارن الثمانيه دول برقم محمد صلاح مع ليفربول. محمد صلاح مع ليفربول بيعمل او بيصنع كام فرصه في اللقاء؟ بيصنع 3. يعني محمد صلاح مع منتخب مصر عامل تقريبا ضعفين معدل صناعته للاهداف مع ليفربول. خد لي بالك، يعني محمد صلاح تاني وتالت مع ليفربول بيصنع 3 فرص في اللقاء، مع منتخب مصر في لقاء الامس عشان اكون محدد برضو ودقيق، يعني في لقاء الامس صنع لزملائه 8 فرص، 8 فرص تهديف محققه، رقم مميز جدا لمحمد صلاح بالامس مع منتخبنا امام منتخب كوت ديفوار. والحقيقه ان منتخبنا بالامس على المستوى الجماعي والفردي كان في غايه التميز امام كوت ديفوار. اخيرا حاجه مهمه جدا عن منتخبنا والجيل الحالي لمنتخب مصر مع كارلوس كيروش، وملهاش اي علاقه بنتيجتنا مع المغرب. يعني كسبنا مع المغرب لا قدر الله نتيجة أخرى، أنا هفضل مصر على كلام كارلوس كيروش عامل دلوقتي، وكان أنا كنت قلته من فترة، إن هو بيحاول يعمل جيل مختلف، يعني جيل جديد لمنتخب مصر. ولو الجيل الجديد ده بيتعمل وإحنا بنكسب وبنحقق نتائج إيجابية، دي حاجة تبقى في منتهى العظمة ومنتهى الجمال. ميزة ماتش امبارح إيه؟ ميزة ماتش امبارح حاجتين: انه كان فوز مهم على فريق كبير ومنتخب كبير اللعيبه كانت محتاجاه، وكيروش كان محتاجه والجمهور كان محتاجه عشان يكسب ثقه في الجيل ده وفي المدرب ده والجهاز الفني ده، ان الاثنين دول يقدروا يكسبونا منتخبات كبيره وتقيله في افريقيا. الميزه الثانيه والاهم ان انت تقدر تبني على اللقاء ده للفتره اللي جايه لجيل جديد. بمقارنه سريعه ما بين جيل منتخب مصر في كاس الامم 2019 اللي كانت على ارضنا وطلعنا من دور ال 16 امام كوت ديفوار، امام جنوب افريقيا 1-0، كان متوسط اعمار منتخبنا ساعتها 29 سنه. متوسط اعمار منتخب مصر امبارح في لقاء كوت ديفوار 25 سنه، تنزلت 4 سنين. طب كم لعيب في ماتش امبارح كان موجود في ماتش جنوب افريقيا 2019؟ كام؟ 4 لعيبة بس. انت مغير 7 لعيبة من تشكيلة 2019. دي تشكيلة 2019 قدام جنوب افريقيا. تشكيلتنا امبارح امام كوت ديفوار متغير فيها 7 لعيبة. طب 7 لعيبة دول هل كانوا لعبوا منتخب مصر قبل كده؟ اه، في منهم لعب منتخب مصر قبل كده زي السولية، مش جديد على منتخب مصر. لكن مع منتخب مصر او مع سوري السولية، انت مين تاني لعبته من السبعة أول مرة يلمسها مع منتخب مصر؟ 6 لعيبة: أبو الفتوح، عمر كمال، محمد عبد المنعم، حمدي فتحي، عمر مرموش. وأزعم وأكاد أجزم إن من الستة دول، ومصطفى محمد أنا نسيته، أنا آسف، أكاد أجزم إن من الستة دول اللي هم غير السولية، السولية لعب قبل كده منتخب مصر، بس أكاد أجزم إن من الستة الباقيين دول اللي كان ممكن يلعب مع أي جهاز فني تاني في منتخب مصر في ماتش امبارح بالكتير 2. ما كنتش أتوقع لا أنا ولا أي حد إن عبد المنعم يبتدي أساسي مع منتخب مصر أساساً، أو يروح معسكر منتخب مصر ويبتدي كأساسي في ماتش زي كوت ديفوار، ولا هو عمر كمال، ولا هو عمر مرموش. أنت بتتكلم في أسماء مش بس أول مرة تروح منتخب مصر، أنت بتنزلهم في لقاء مهم جدا قدام كوت ديفوار في دور 16. فأنت بتعمل إحلال وتجديد لمنتخبك بعناصر سنية بمتوسط أعمار أقل، بأسماء جديدة بتكسبها الصبغة الدولية ومش في أي ماتش. يعني امبارح شهادة ميلاد بجد، لأن أي ماتش دولي ودي مع منتخب ممكن يكون تصنيفه أقل ما تقدرش تحكم على اللعيب قوي.
لكن لما تكون بتلعب كوت ديفوار في ماتش دور 16 في كاس امم افريقيا وتشوف واحد زي عمر كمال بالاداء المبدع اللي عمله امبارح، تشوف الشخصيه الراسيه بتاعت محمد عبد المنعم في ماتش امبارح، تشوف مرموش وتالقه على مدار فترات متقاربه مع منتخب مصر حتى لو في بعض الانتقادات بس في الاخر المجمل ايجابي، لا انت تقدر تشوف ان انت بتعمل جيل مختلف بمتوسط اعمار اقل بشخصيه مختلفه بنجوم واسماء ما اعتقدش ان هي كانت هتاخد فرصه او على الاقل ما كانتش هتاخد الفرصه بالسهوله اللي عملها كارلوس كيروش مع لعيبه منتخب مصر سواء في بطوله كاس العرب او في بطوله كاس الامم الافريقيه، ودي حاجه بالتاكيد تحسب له وبالتاكيد نقدر نبني عليها في اللي جاي بغض النظر عن نتيجة لقاء المغرب اللي أكيد طبعا بنتمنى إن هي إن شاء الله إن شاء الله تكون فوز منتخب مصر. هنطلع لتقرير عن لقائنا بالأمس أمام منتخب كوت ديفوار، منه هنطلع لفاصل ثم نستقبل عائلة البلاقسي مروان الشافعي وإسلام سامي، خليكم معانا. منتخب مصر يعرف من أين تؤكل الكتف في البطولات المجمعة، عبارة تتردد بكثرة عندما يدخل الفراعنة أي بطولة تقام في بلد واحدة، ولكن تشاءم البعض بعد الأداء الصادم أمام المنتخب النيجيري في الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون حاليا، والخسارة بهدف دون رد، وأيضا الفوز على غينيا بيساو بهدف واحد في الجولة الثانية وسط الأداء الهزيل أيضا، مع تحسن بشكل ليس بالكبير أمام السودان في الجولة الثالثة والفوز بنفس النتيجة للتأهل إلى دور 16. نبرة تشاؤمية كبيرة انتشرت خلال الأيام التي فصلت تأهل منتخب مصر إلى دور 16 حتى مواجهة الأفياء لمنتخب كوت ديفوار، والذين أسقطوا المنتخب الجزائري ومنعوا مروره من دور المجموعات. ولكن كالعادة منتخب مصر يمارس هوايته المفضلة في الأدوار الإقصائية وقدم أداء أكثر من ممتاز، سيطرة كبيرة على مجريات اللعب جعلتنا أقرب للمرمى في أوقات كثيرة في اللقاء لولا عدم التوفيق في اللمسة الأخيرة حتى وصلنا إلى هدفنا عن طريق ركلات الترجيح. منتخب مصر هدد كوت ديفوار في 20 محاولة، أي ما يقرب من عدد المحاولات في الثلاث مواجهات بدور المجموعات، ولكن كان يفتقد اللاعبين للمسة الأخيرة من أجل خطف هدف أمام دفاعات قوية لمنتخب الأفيال وتألق الحارس الإيفواري بادرا علي سنجاري الذي وقف عائقا أمام هذه المحاولات، ولكن هذا يدل على تطور الأداء الملحوظ على أداء المنتخب الوطني خلال مباراة أمس أمام كوت ديفوار، ليس فقط على الصعيد الهجومي ولكن على المستوى الدفاعي رغم فقدانه لعنصرين أساسيين هما الونش وأكرم في دور المجموعات، إلا وأن الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم قدم ملحمة دفاعية برفقة أحمد فتوح وأحمد حجازي أمام محاولات نجوم كوت ديفوار والذين يمتازون بالسرعة والقوة البدنية. ظهور اللاعبين متكاتفين على قلب رجل واحد جعلهم أقرب إلى الفوز حتى الوصول إلى ركلات الترجيح والتي تألق خلالها محمد أبو جبل بعد إصابة محمد الشناوي الذي أنقذ مرمى منتخب مصر من أكثر من فرصة محققة لكوت ديفوار للتهديف حتى خروجه، وتمكن جاباسكي من التصدي لركلة الترجيح الثالثة من إيريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد ليضع الأفضلية للفراعنة، وجاء محمد صلاح في الركلة الأخيرة لينهي آمال الأفيال في الصعود ويخطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي للمنتخب الأكثر تتويجا بالبطولة بعد إتقان كبير من جميع اللاعبين في تنفيذ الخمس ركلات الترجيحية. مهمة جديدة بدأت مع صافرة تأهل منتخب الفراعنة إلى ربع النهائي لمواجهة المنتخب المغربي يوم الأحد المقبل، فيجب أن نكون على قدر التحدي كالعادة، فنحن الأكثر تتويجا في القارة السمراء ببطولة كأس الأمم الأفريقية.
بنرحب بحضراتكم مرة تانية وبنرحب بعائلة البلاقسي اللي جايين متنكرين النهاردة. فاكرني مش هعرفكم يعني؟ أنا قلت حلاوة مكسب منتخب مصر. نغير اللايك كول. أغير بقى. نغير اللايك كول دي احتفالا بالمكسب. غير إيه بيه في الجو اللي إحنا فيه ده؟ عندك حق. ده أنت أنا قلت عشان ما نبقاش بلاقسي بس. تكلاسينك وهيكولاتك وكل حاجة. آخر مرة هتحصل. بعد كده لغاية الصيف بلاقسي. إيه الأخبار يا سيدي؟ إزيك يا إيمان؟ مبروك. نور الدنيا. الحمد لله حبيبي. كله زي الفل. زي الفل. حبيبي هيم عامل ايه؟ الحمد لله زي الفل. حلو. كله لازم يبقى حلو بعد مكسب امبارح. صحيح. الحمد لله. الدنيا النهارده كلها بنعنشها من الصبح. يا رب تفضل كده ونفضل ننعنش كل اسبوع ونحتفل لحد ما نرفع الكاس يا رب. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب. اسلام، نبتدي منين مع منتخب مصر؟ نبتدي من اللي حصل امبارح ونبتدي يا ابراهيم قبل اي حاجه. ماتش كبير جدا، واحد من احسن واجمل ماتشات منتخب مصر في السنوات اللي فاتت. لان كتير قوي ما شفناش منتخب مصر ولا بيلعب بالروح دي ولا بيلعب بالفنيات دي ولا بيلعب بالتاكتكس دي. مدرب كبير اثبت للكل امبارح ان هو قدر يعمل جيم كبير جدا، دارس منتخب كوت ديفوار كويس جدا، لعب على مشاكلهم، استغل نقط ضعفهم. ماتش كبير جدا من كل لعيبه منتخب مصر بلا استثناء، من اللعيبه اللي ما بداتش واللي ما شاركتش، لا كل اللعيبه بلا استثناء زي ما انت كنت بتقول في الانترو. ماتش عظيم من الحقيقه. تعالى نبدا على طول نخش نشوف ازاي كروش قدر يوقف لعيبه منتخب كوت ديفوار وازاي قدر يتفوق عليهم على طول. لما نبدا نستعرض الحالات منتخب مصر 4-3-3. افتكر الاسبوع اللي فات كنت سالتني الثلاثه بتوع نص الملعب، قلت لك حمدي فتحي السوليه النني، هي كان توبها كده. والحمد لله الثلاثه تالقوا تالق غير عادي بصراحه. وقفل نص الملعب الراجل كيروش درس منتخب كوت ديفوار كويس. عندهم اثنين تمانيات اللي هم كيسي وسنجاري، اهم اثنين في الفرقه، بيكملوا كويس جدا، فبالتالي هو قفل لهم كل المشاكل اللي ممكن يعدوا منها. فبالتالي منتخب مصر طول الوقت يا بيدافع 4-5-1 يا بيدافع 4-4-2، وسايب دور عظيم مهم جدا لمصطفى محمد، هكلمك عليه في الاخر، دور تكتيكي. أيوة. كروش اداه لمصطفى محمد امبارح. ولكن امبارح انت تطلع من الماتش مش عارف تقول مين هو النجم، مين هو اللعيب الاحسن واحد فيهم، لكن احنا معدين ذهنيا كويس جدا، اعداد فني كويس جدا، اعداد بدني كويس جدا للجيم. كملت 120 دقيقه، تريزيجيه حاطط كوره في الجون في الدقيقه 120، فمعنى كده انت واقف على رجليك كويس جدا. عايزين صحيح. نبدا نخش في الصور على طول. قبل ما نخش على الحالات تعالوا نشوف مع حضراتكم ارقام منتخب مصر في لقاء الامس امام كوت ديفوار. خش على حالاتك يا اسلام. يلا بينا. الحالات احنا بنتكلم يا ابراهيم على التفوق اللي قدرنا نعمله مبدئيا لغايه ما الصوره اتعرضت في نص الملعب. بص أيوة. منتخب مصر كان بيضغط ازاي؟ بص كده، محمد النني بيلعب 8 ناحيه اليمين عشان يغطي في ظهر محمد صلاح ويميل على عمر كمال عبد الواحد. على طول هتلاقيه رايح على كونن. بص حمدي فتحي في القلب عامل حمايه واخد الراجل ده على طول، وناحيه الشمال عمرو السوليه. طبعا مرموش وصلاح حاطين واقفين طول الماتش، واقفين صح، بيقفلوا اللينز اللي هو ممكن يعمل فيها تمريرات. وبص اللي عليه العلامه الزرقاء ده دايما، ده مصطفى محمد. مصطفى محمد لما كنا بندافع كنا بندافع بمين؟ يعني اول خط ليك مرموش وصلاح، ومصطفى محمد هو اللي ساقط لتحت شويه عشان يقفل على سيري اللعيب رقم 4 اللي بيبدا اول واحد ياخد الكره ويبدا يحركها لكيسي او سنجاري. تعال نخش الصور ورا بعض كتير عشان نشوف نفس المنظر. بص منتخب مصر ضغط ازاي، واحد على واحد، درجه ان حمدي فتحي في ظهرهم لوحده ما عندوش اي مشكله. اللعيب الازرق كالعاده هو مصطفى محمد لازق في ظهر سيري، مش بيروح يضغط هناك. ما عنديش مشكله ان السنتر باك بتاعه يمسك الكوره لان كل الحلول بتاعته مقفول عليها. تعال نخش بقيه الصور. بص بقى منتخب مصر لما بيتضغط عليك، بص المثلث ده ناحيه اليمين، محمد النني مايل على عمر كمال عبد الواحد واخد الراجل اللي رايح هنا، محمد احمد حجازي طالع في ظهرهم، فكنت بتلاقي ثلاثه بيدافعوا ناحيه اليمين. اما تروح ناحيه الشمال هتلاقي ثلاثه هم كمان بيدافعوا اللي هم السوليه وفتوح، وظهرهم محمد عبد المنعم ومرموش بيرجع يشتغل معاهم. بص منتخب مصر بيدافع ازاي، 4-4-2. وبص نص ملعبك وبص المساحه يا ابراهيم، انت بتدافع منين والمساحه بين النص مضيق كل المساحات اللي ما بين حاجه الخطوط. مثاليه. فاكر الماتشات اللي فاكر بيقول ايه، في خرم كبير صحيح. في نص الملعب النهارده انت ما عندكش اي مشاكل. تعال نقلب في بقيه الصور سريعا. الازرق ده يا جماعه مصطفى محمد، لان الناس امبارح قالت مصطفى ما عملش الدور بتاعه. مصطفى كان واخد دور تاني خالص ان هو يرجع عشان يريح محمد صلاح، ما يرجعش كتير جدا، فبالتالي تطلع على صلاح في ظهر كونان الباك ليفت لما بيقعد. اعتقد السبب يا اسلام ان احنا في الشوط الثاني شفنا استنزاف بدني لمرموش ومصطفى طبعا. مع بدايه الشوط الثاني اول ربع ساعه حسينا ان هم يعني مش قادرين بدنيا، حتى الباص ما بيطلعش صح. عشان كده اتغير مرموش رغم انه كان من نجوم الماتش في الدقيقه 70، لانه خلاص مش قادر يرجع يدافع تاني.
تعال نخش في بقيه الصور عشان نكمل. ده نفس المنظر 4 3 3 بيور واضحه صريحه، حمدي فتحي يمينه نني شماله السوليه. لكن منتخب مصر نكمل برده بقيه الصور. بص مصطفى محمد فين يا ابراهيم؟ بيدافع فين؟ لان مصطفى عمل جيم كبير جدا. الهند بقى منتخب مصر لما كان بيهاجم، نقلب في الصور كان بيهاجم كويس ولا ما بيهاجمش كويس؟ الحقيقه منتخب مصر كان بيهاجم بطريقه عظيمه. وبص هنا الشمال المثلث اللي هو اللي بقول لك عليه السوليه على طول من اول الدقيقه دي. بص الدقيقه كام؟ 32 33 ثانيه. فتوح قطع الكوره، منتخب مصر فضل يدور الكوره في رجليه بهجمات، ناخد الصوره اللي وراها لغايه الدقيقه 33 39 اتقطعت منك الكوره هنا من عمرو السوليه. ضغط عكسي على طول، منتخب مصر استرجع الكوره بعد 9 ثواني في نص ملعب منتخب كوتيفوار عن طريق عمر مرموش. فضلت الكوره في رجل لعيبه منتخب مصر للدقيقه 36 55 ثانيه. منتخب مصر فكره ان انت بتدافع وتلعب كاونتر اتاك ما حصلتش في طول الماتش. انت باربع دقائق ونص ماسك الكوره بتهجم، اخذنا منها كورنرين شوطه لمصطفى محمد، بتاخد الكوره تاخدها منهم تاني، تفضل بتدور الكوره على منتخب كوتيفوار. معنى كده انك بتعرف تدافع كويس وبتعرف تهاجم كويس، ودي نقطة مهمة جدا لما تستحوذ على الكورة. تعال نخش على الصور الحقيقية اللي وراها. بص ده شكل الملعب لما بتيجي تهاجم. الملعب على اليمين الفلانك يمين وشمال، ده الأجنحة. الحتة اللي في النص دي اللي احنا بنقعد نقول هاف سبيسز أو أنصاف المساحات. وفي النص السنتر. الطبيعي أي فريق كبير وهو بيهاجم يفرد الملعب بالعرض عشان يهجم من الخمس ممرات اللي بيتقال عليهم في الكورة. تعال بص أوريك بقى صور منتخب مصر كان بيهجم إزاي. عمر كمال عبد الواحد على اليمين، محمد صلاح هاف سبيس، مصطفى محمد سنتر، عمر مرموش، أحمد فتوح. خمس لعيبه بيهاجموا، مغطي الملعب كله بالكامل بشكل عرضي، انتشار ولا اجمل. بتبني الكره ازاي؟ محمد عبد المنعم حجازي على شمالهم. بص المنظر صور مكرره. بص اللي رفع ايده هناك ده حمدي فتحي ثالث بيحضر لعب اوتوماتيك منتخب مصر وبيبني اللعب. هتلاقي محمد النني بيميل يمين عشان عمر كمال يطير، حمدي فتحي يميل شمال باك ليفت، محمد فتوح يطير. ده طريقه منتخب مصر. بص المثلثات هنقلب في الصور على طول، مثلث ناحيه اليمين. امبارح اكتر حاجه سمه مميزه امبارح ان انت تحس ان لعيبه مصر كان عندها انضباط تكتيكي رهيب عظيم. عظيم. عشان كده انت النهارده بص المنظر، بص عمرو السوليه بيستلم بين الخطوط ازاي. ويعمل مثلث مع مرموش واحمد فتوح. ادوار كنت بتقول هنطور اللعب ازاي؟ لا السوليه طور اللعب امبارح، النني طور اللعب، كان عندك شكل كبير جدا الحمد لله. الجمله دي بتتعمل من ايام كاس العرب اول مره تتعمل، ان الراجل النهارده الجناح عمر مرموش بينزل لتحت عشان على طول عمرو السوليه يتحرك في ظهره في المساحه يستلم الكوره، عملها في كاس العرب كتير جدا. لكن ده يبين ان منتخب مصر هجوميا كان ممتاز، دفاعيا كان ممتاز، بالكوره ومن من غير الكوره حاجه خيال الحقيقه. مروان اكتر حاجه ملفته بالنسبه لك في ماتش امبارح ايه؟ اكتر حاجه ملفته بالنسبه لي في ماتش امبارح ان انا بستغل كل عنصر في اللعبه، بستغل كل عنصر في ال11 ان هم يطلعوا الشكل كويس. الكره الحديثه مش معناها ان اللي يسجل الاهداف، ودي النقطه اللي كان بيلام عليها كيروش قبل كده بالظبط، ان هو مش قادر يطلع من كل لعيب احسن حاجه عنده ولازم ياخد الكريدت عليها. الكره الحديثه او البروجريسيف فوتبول مش لازم يكون مصطفى محمد الاسترايكر هو اللي بيحط لي الجون، مش لازم يكون هو اللي بينهي لي الهجمه، مش لازم يكون محمد صلاح هو اللي بينهي لي الهجمه. لا، ممكن انا استخدم اللعيبه دي في شكل ما في اطار ما ان انا احرر بيهم لعيبه ثانيه، ان انا احرر بيهم فتوح، ان انا احرر بيهم عمر كمال عبد الواحد، ان انا اخلي اهم لعيب في الماتش هو لعيب نمره 8 محمد النني. مش شرط ان يكون اهم عنصر هو اللعيب اللي بيسجل الجون، الكلام ده اتلغى، الزمن تجاوز فكره ان اهم عنصر هو اللعيب الهجومي. لما تيجي نبص على الحالات ابراهيم هنشوف ازاي هو ابتدى يحرر اللعيبه دي، ابتدى يحط اللعيبه دي في المساحات اللي ممكن تشتغل منها بشكل كويس. اللقطه دي انا حبيت ان انا اجيبها في البدايه عشان اوري الهاي بريس اللي احنا بدانا بيه الماتش. منتخب مصر ازاي انت عامل ضغط عالي على منتخب كوت ديفوار؟ بالظبط. على قد ما انت احترمت منتخب الكوت ديفوار ابراهيم، انت ما كنتش نازل خايف منهم. انت صدرت لهم ان هم كمان المفروض يخافوا منك، انت اللي عندك التاريخ، انت اللي عندك الهيريتج، انت اللي تقدر تنزل وتكسب، وانت كنت بتلعب على المكسب. ده ازاي بتبين المثلثات؟ ازاي مصطفى محمد بص بقى ازاي هو قافل على اللعيب نمره 6 علشان ما يقدرش ان هو يستلم الكوره؟ دور عظيم جدا. مش لازم يكون دور مصطفى محمد هو انهاء الفرصه يا اسلام، مش لازم يكون هو اللي بيطلع يجيب الجون وبيحتفل. لا، انا الدور ده بالنسبه لي كمدير فني دور اهم من ان هو يسجل، لان ده قفل مفتاح لعب عظيم جدا لمنتخب الكوت ديفوار. بص بينزل ازاي وبقى مثلث قاعدته محمد صلاح ومرموش قدام، ومصطفى محمد هو اللي بينزل يعمل الزياده. ده تضحيه من مصطفى محمد كمهاجم. شوف بقى الثلاثي المره اللي فاتت ابراهيم، انت قلت لي ان اهم مشكله عند المنتخب هو ثلاثي نص الملعب. الكومباينيشن دي مش عارفين نوجد لها حل. تعال بص بقى فين حمدي فتحي اللاعب نمره 6، على طول في مركزه، على طول واقف صح، على طول حامل الاثنين سنتر باكات، على طول السنتر باكات زاقين في ظهره، وعلى طول النني وعمرو السوليه مقربين من الثلاثه الهجوميين. بقول لك ست لعيبه،
ست لعيبه من عندنا بيدافعوا هاي بريس او ضغط عالي على منتخب الكوت ديفوار. يعني مش طول الماتش يا جماعه كنا واقفين لو بلوك، مش طول الماتش كنا خايفين وبنطلع بس على الترانزيشنز. ودي حاجه ترجع للمدرب، ترجع لكيروش ان هو لعب على فيزز ومراحل كتير، قسم اللقاء بالظبط. وده هيبان اكتر في احصائيات اللعيبه نفسها لما اجي اقول لك ان مش شرط يكون صلاح ومصطفى محمد اهم لعيبه، او حتى مرموش مع انه عمل ماتش هايل يا اسلام. صلاح ومرموش ومصطفى محمد الثلاثه عملوا ماتش هايلين، لكن انا دايما بحب اروح للعيبه اللي مش ترندي شويه. يعني ناحيه فنيه اكتر، بحس ان اللعيبه دي محتاجه فنيا تبص عليها. انا حبيت ان انا اروح اتكلم على عمر كمال عبد الواحد وحمدي فتحي. طيب بما ان احنا هنروح نتكلم على اللعيبه، نطلع فاصل ونرجع نشوف ارقام لاعبتنا اللي كانوا نجوم فوق العاده في لقاء الامس امام كوت ديفوار. ابرز ارقام لاعبتنا في ماتش امبارح، اللي الحقيقه كلهم كانوا نجوم وصعب تختار بطل او نجم من لاعبتنا في ماتش امبارح امام كوت ديفوار. نبتدي بمين يا مروان؟ عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال للمره الثانيه بشوف ان عمر كمال بيأدي اداء متميز جدا. مش عايزين ننسى ان ده الديبيو بتاعه، ده اول بطوله افريقيه في تاريخه. الراجل جاي من الدار للنار، مش نجم سوشيال ميديا، مش نجم، مش ترند للجمهور، ولكن بيلعب عليه مين؟ ده اتغير عليه اتنين زها وحاجه اتنين يا ابراهيم، اتغير عليه اتنين. عايزك تشوف بقى الباصات بتاعته دقتها مع الضغط اللي بيحصل عليه. 36 باص، دقه تمرير 81%، منهم 32 شورت باص، وده المهم بالنسبه لي. اي باك يمين بيتضغط عليه اسلام على طول حط يا عم واحده وخلص نفسك. لكن هو بيعرف يحط الكره تحت رجله بشكل كويس، بيعرف ان هو يشتغل في المساحات الضيقه بشكل كويس. لو هنكمل بقيه الصور وبقيه الخرائط بتاعته هتبين لنا ان هو استلم الكره 25 استلامه، 25 استلامه صحيحه بنسبه وبدقه 100%، وده كريدت عالي ليه في مستوى تقيل جدا ومستوى صعب جدا وفي منطقه صعبه جدا الاستلام. لو نكمل برده بقيه الصور دي مهمه جدا بالنسبه لي، ودي الارقام الدفاعيه. فاز بالكره 8 مرات ابراهيم، وبيلعب قدام واحد بيلعب في البريمير ليج، واتبدل عليه واحد تاني كان بيلعب برضه في البريمير ليج. فتخيل واحد في الليفل ده قدر ان هو يحافظ على تركيزه وبدون اخطاء، بدون فاولات. ما ارتكبناش اخطاء على المنطقه، ما عملناش اخطاء على الجناحات. اتكلمنا الماتش نيجيريا كان أسوأ حاجه عندنا، مش عارفين نغطي المساحه بشكل كويس. صحيح. قدر ان هو يغطي المساحه بشكل كويس، عمل 3 تاكل، الثلاثة صحيح، الثلاثة التاكل بتاعته كانوا صحيحين. لو شفنا اللي جايه برضه بالظبط هتشوف ان هو كمان كسب اريال وان، يعني قدر يكسب الكوره في الهواء مره واحده، والكوره دي بتبقى دايما 50-50 مع اطوال منتخب الكوت ديفوار. انا ماشيها 70-30 اطوال وعرض لا وكوع والناس بتطلع تحط بالكوع وكل حاجه ما شاء الله. يعني ايه ده؟ دي بقى الخريطه الحراريه بتاعته، هتشوف ان هو قد ايه كان متواجد في كل مساحه من منطقه الباك اليمين اللي هو المفروض يبقى متواجد فيها، مش بس في الناحيه الدفاعيه، لا كمان كان ليه ظهور كبير في الناحيه الهجوميه. ودي مناطق استلامه للكوره، هتشوف انه دايما واقف محافظ على مركزه، محافظ على مناطقه، محافظ على الزياده اللي بيعملها ومامن بيها الاثنين قلوب الدفاع. وفي حاله ان فتوح كان بيزيد هو كان بيقف، وفي حاله ان هو كان بيزيد فتوح كان بيقف. كل ده التناغم اللي عمله يرجع لمين؟ لكيروش. لما ال11 لعيب يكونوا كويسين في الملعب والبدلاء يبقوا كويسين ونكون مختلفين نطلع مين احسن لعيبه، ولسه هنتكلم كمان عن حمدي فتحي وهنجيب حالاتهم، يبقى الكريدت كله يرجع للمدير الفني. اتكلم عن مين يا اسلام؟ عايز ابدا بمحمد النني بصراحه. يعني محمد النني عامل ماتش كبير جدا امبارح، وهو اللي اخذ مان اوف ذا ماتش، وناس كتير بعد الماتش كانت معجبه جدا بمحمد النني. النني عمل ابراهيم، يعني وانت اتكلمت في حلقات كتير جدا ان الراجل عامل كامباك وثبات انفعالي ما شاء الله، هو اكبر. يعني ان الانتقادات الكتير قوي اللي كانت بتحصل محمد النني ان هو يرجع يعمل الكامباك القوي جدا ده ويؤدي ماتش كبير جدا. تكتيكيا محمد النني كان واحد من اهم لعيبه منتخب مصر. صحيح. الماتش محمد النني دي الكور اللي هو الباسز بتاعت محمد النني، تعالى كده 43% بالجنب، يعني محمد النني استلم الكوره لعب جنبه فورورد، 34% لقدام، نسبه عاليه جدا، دايما كانت بتقل نسبه يعني. صحيح. 43 على جنبه، على جنب الملعب 34 لقدام بروجريسيف باسز، 23% لورا عادي جدا، استلم رجع الكره لزميله. فبالتالي محمد النني امبارح كان كمان منفذ لمنتخب مصر في الطلوع بالكره في اللونج في اللونج باس، وان هو يكمل في ظهر محمد صلاح. تعال نشوف الصوره اللي وراها، دي خريطه محمد النني الحراريه. هو كان بيلعب 8 يمين لحد ما حمدي فتحي اتصاب وطلع دخل في قلب الملعب. بص ماي ناحيه اليمين ازاي. الاهم من دي انك تشوف اللي جايه، ودي خريطه محمد صلاح الحراريه. محمد صلاح ما كانش بيرجع يادي الادوار الدفاعيه. بص محمد صلاح فين؟ في نص ملعبنا. مين اللي كان شايل في ظهر محمد صلاح؟ ومحمد النني. دور كبير جدا لمحمد النني انه بيغطي. مين اللي كان بيميل على عمر كمال عبد الواحد؟ محمد النني. سريعا بقى نخش في الصور، هتلاقي محمد النني طول الوقت
في ظهر عمر كمال عبد الواحد. بص عمر كمال ظهره محمد النني ما بيكنش بيسيبه. نقلب الصور سريعا عشان تعرف ان الراجل ده قطع كمان يا ابراهيم كميه جري امبارح مرعبه. محمد النني عمر كمال طالع النني في ظهره الكره اتقطعت هتلاقي النني واقف على طول. بص محمد النني التاكل ده على فكره دي واحده من اهم اسباب تفوق وتالق عمر طبعا لان حتى على المستوى النفسي هو حاسس دايما ان ظهره متأمن في حد مغطي فقدرت اتقدم زي ما انا عايز. النهارده الكوره دي نيكولاس بيبي داخل يشوط محمد النني عامل تاكل عليه شايل كوره خطر جدا. تعال نشوف الصوره اللي وراها لونج بول من محمد النني حطت محمد صلاح واحد على واحد مع كونان. دي كوره عمرو السولية على فكره بادئه من عند محمد النني من قلب الملعب. بص النني في ظهر عمر كمال على طول بص ما كانش بيسيبه بمعنى الكلمه. وبعدين دخل كمل ادواره عادي جدا لما دخل مركز ستة. بص الراجل بيكمل اوفرلاب كونان هو في ظهر وكونان ما عندوش مشكله لان كيروش محافظ الفريق. بص الكره دي مصطفى محمد استلم هجمه مرتده. بص النني فين جري بقى الصور شوف النني كمل لفين. ادي النني بقى في نص الملعب مصطفى محمد راح بالكوره سند على محمد النني ودي الكوره اللي محمد اللي مصطفى لعبها وقلشها. بص الجري ده وهو اللي طالع بالكوره لمنتخب مصر لان الناس كلها حصرت النني امبارح انه كان كويس. لا النني كان كويس جدا هجوميا كويس جدا دفاعيا. حمدي فتحي حمدي فتحي واحد من امتع اللعيبه في نص الملعب وان انت تقول لعيب سته ممتع دي حاجه مش سهله خالص صحيح. في الكوره فهو لعيب. خلينا نشوف ارقامه واحصائياته ونديله حقه زي ما اسلام ادى حق النني. لا بتفق معاه 100% زي المره فاتت ما كنت شايف ان النني مش في مستواه. المره دي اتفق معاك النني يستحق مان اوف ذا ماتش صحيح. بص حمدي فتحي قبل ما يخرج 36 تمريره منها 35 شورت باس نفس الفكره مش بلعب الكره الطوليه لو مش كل ما اتزنق مش كل ما يحصل ضغط عليا او لعب الطويله لا بسلم واستلم. ودي كمان ترجع لنقطه كان اسلام قالها وجود النني في المساحات بيسهل على اللعيب في نص الملعب الثاني ان هو يسلم له. كل ما تبقى انت فاتح لي مساحه كل ما انت الريسيف بتاعك سهل انا هحط لك الباس سهل ما تروحش تقف لي في حته صعبه مش طلع لك الكوره. النقطه دي مهمه جدا يا ابراهيم اللي مروان بيقولها. الناس بتستصعب انا لما اروح اطلب الكوره ده ريسك كبير. انا بطلب الكوره في حته مهمه جدا دايما انني تيجي يعمل بيستلم كده وبيطلب الكوره وبيستلم بظهره زي ما انت بتقوله بيلف. فهو الراجل واخد ريسك على فكره صحيح. فبالتالي لما يلعب السهل هو ده كريدت ان هو اصلا مش بيستخبى بالبلدي يعني ايوه. فهتشوف ان هو استلم الكوره 29 مره ال 29 استلامه صحيحه زيه زي عمر كمال عبد الواحد بنسبه 100%. نكمل برده بقيه الاحصائيات بالظبط. دي مهمه جدا بالنسبه لي يا ابراهيم. شوف اماكن استلامه للكوره استلم في مربع 6 واستلم في مربع 8 شمال ومربع 8 اليمين راح كمان استلم في مربع تقريبا 10 وبيزيد بيستلم في مربع 4 و5 اللي هم الاثنين سنتر باكات وبيروح يستلم في مربع 3 اللي هو ناحيه الباك الشمال وبيستلم في مربع 11 اللي هو ناحيه الوينج الشمال. يعني الراجل عمل كل حاجه في الكوره استلم الكوره في كل منطقه وكل زون من الملعب. نكمل برده اللي بعدها دي الخريطة الحرارية بتأكد الكلام بتاع استلامه إن هو كان متواجد وكان بيحرس الملعب حرس في كل منطقة من مناطق الملعب. وأعتقد إن إحنا ممكن يبقى عندنا مشكلة الماتش الجاي في حتة حمدي فتحي للكواليتي بتاعته في الناحية الهجومية كمان في الناحية الدفاعية زي إحنا شايفين. فاز بثمان كرات عمل ثلاث تاكل صحيح واحد من أفضل الناس اللي بتعرف تعمل التاكلينج بشكل صحيح حتى إن هو في الواحد على واحد ماجستير بيعملها ممتعة ماجستير في التاكلينج ماجستير حمدي فتحي. قدر إن هو يسترجع الكرة خمس مرات ويعمل خمسة انترسبشنز أو يقطع الكرة ودي بتبقى محتاجة إن أنت تبقى متوقع وقاري اللعب صحيح. وده مهارة تانية خالص أنت تبقى عارف اللعيب اللي قدامك ده هيباصي الكرة فين. كل ده بقى هنشوفه في الحالات نفسها هنشوف إزاي هو ساعد النادي. ورينا الحالات يا مروان يلا بينا ورينا الحالات يلا بينا اللي جاي على طول هنشوف الحالات. ابراهيم المره اللي فاتت قلت لك ان اسوء حاجه في ماتش نيجيريا ان احنا ما دافعناش على الوينج لا عملنا ديفندنج وينج بلاي صح ولا دافعنا في قلب الملعب صح. تعالى بقى النهارده اوريك احنا دافعنا ازاي ورين. درس احنا دافعنا ازاي طب دي كلها لا, لا ندخل نعدي الكلام ده كان مرموش هنتكلم عليه في الناحيه الهجوميه بس خلينا ناخد الحالات قبل مرموش الناحيه الدفاعيه. حمدي فتحي انا دايما بميل للناحيه الدفاعيه انا ليه؟ انا بحب جوزيه مورينيو جدا وجوزيه مورينيو يمكن مدرسه ترانزيشن. تعال نتفرج على الناحيه الدفاعيه الكره فين. الكره عند منتخب الكوت ديفوار. الترحيل اللي بيحصل ترحيل في غايه الروعه الثلاثي اللي دايما باكد عليه حمدي فتحي عمرو السوليه محمد النني على شمال السوليه ويمينه النني بالظبط مقربين من بعض ال 4 3 3 اللي ماتش نيجيريا قلت لك ما كناش شايفين شيب ليها وقلت لي هو ما كانش فيه اصلا منظر. دلوقتي بقى فيه منظر وفيه تنظيم. نمشي الصوره الكره بتروح على الوينج ده دور عمر مرموش اللي بشوفه واحد من اهم اللعيبه يا اسلام كان في ماتش امبارح. بص عمر بيتراك باك لحد فين. عمر راجع مع الوينج كمل كده امبارح قطع كره من على خط الجون يعني على صحيح. خط بص بقى المساحه حطيناهم في زي مربع او حطيناهم زي في مستطيل مش عارفين يخرجوا منه مقربين على طول من بعض دايما في مساحات قليله جدا لمنتخب الكوت ديفوار ان هو ما يشتغل منها. كمل اللقطه دي هتلاقي ان هو بيروح
للمساحه اللي فضيت هتلاقي مين بقى اللي رايح؟ دي واحده من الانترسبشنز او من التاكلز اللي عملها حمدي فتحي. كمل كده هتلاقي حمدي فتحي رايح في منطقه سته اللي هو ما كانش بيسيبها، ما كانش بيسيب المساحه دي، وينطلق قدام ويقدر ان هو يقطع الكوره ونطلع بيه على ترانزيشنز. لعيبه مصر كانوا واقفين امبارح صح، واقفين صح جدا. وده تنظيم كيروش اللي احنا كنا مستنينه، لان هو ده اهم نقطه عند كيروش هو التنظيم. كره ثانيه برضو نفس المثلث، بس عايز اوريك هنا بقى ازاي ان النني لما بيطلع بيغطي قدام او بيزيد، ازاي ان السوليه وحمدي فتحي كان يقلبوا كانهم دبل سكس. ما عندناش مشكله، اصل هي مش قاعده ثابته، مفيش ثوابت، هي عامله زي الاوركسترا، ده بيطلع قدام ده بيغطي وراه، هي عامله زي البازل. صحيح. كل ما تلعب بفلويد فوتبول اكتر كل ما الشكل يبان احسن. لو كملت كمان الصور هتلاقي لما الكره بتطلع على الوينج بلاي، ودي عايز اكد عليها، شوف بقى عمرو السوليه النني حمدي فتحي ازاي هيبداوا يرحلوا في الصوره الجايه، وازاي ان كل واحد قريب من واحد، مفيش واحد عنده مساحه ان هو يتنفس خالص. ده مريح مين بقى يا ابراهيم؟ ده مريح حجازي وعبد المنعم. حجازي وعبد المنعم فاصلين سيباستيان هالر عن اي لعيبه في نص الملعب وعن اي لعيبه من لعيبه الوينجرز يا اسلام. كمل اللقطه الجايه هتلاقي نفس اللي حصل في الناحيه اليمين حصل في الناحيه الشمال، مساحات قافلينها حاطينهم بره الزون بتاعتهم، الطريقه اللي هم بيعملوها عشان يفتحوا عرض الملعب واللعيب الوينجر يدخل في الهاف سبيس، مفيش مساحه. والدور اللي كان واخده مرموش ناحيه الشمال حمدي فتحي بينوب عن صلاح في تقديمه ناحيه اليمين. صحيح. حتى دي في اللقطه كنا ساعات بنقلب 4 4 2، بس مهمه بالنسبه لي مش الفورميشن، انا مهم بالنسبه لي. بص يا ابراهيم احنا بنلعب في قد ايه؟ بص احنا كومباكت قد ايه؟ الفريق بيلعب في 25 متر، احنا بنضغط في 25 متر. نكمل برضو اللقطات هتلاقي ان الكوره حتى لما بتدخل في العمق احنا دايما عندنا زياده عدديه يا اسلام، على طول دايما بناخد الكوره سواء كانت في قلب الملعب سواء كانت في الديفندنج وينج بلاي. لما نيجي كمان على الحالات الهجوميه هنشوف ان ازاي هي عايز تهاجم كويس لازم تدافع كويس، ودي مدرسه الطليان ومدرسه جوزيه مورينيو اللي انا واحد من معجبينه، لذلك ان انا دايما على طول بحب اشوف الدفاع اول لان الدفاع هو اساس اللعبه. نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم، خليكم معانا. نرحب بحضراتكم مره ثانيه اسلام. هنتكلم عن مين؟ هنتكلم عن محمد صلاح وعبد المنعم سريعا، لان محمد صلاح امبارح عمل جيم كبير جدا. وطبعا بنشكر عمريكو انه حرق لنا الاحصائيه اللي احنا محضرينها. الثمانيه كي باسز دي ده رقم ياخد عين اي حد، رقم كبير جدا يا ابراهيم. احنا دايما عايزين محمد صلاح يسجل. امبارح محمد صلاح عمريكو مش سهل، عمريكو مش سهل طبعا. صنع كل انواع الكور لزمايله لكن ما حصلش توفيق. دي الاماكن اللي استلم فيها محمد صلاح الكوره، مهم جدا ان هو كان بيخش في قلب الملعب كتير يستلم من الخطوط، وبص هتلاقيه داخل كتير جدا يستلم من جوه، ودي نقطه مهمه لانه بيستغل المساحات اللي في ظهر لعيبه كوتيفوار. سريعا نستعرض كده شويه صور لمحمد صلاح. دي طبعا الكوره اللي اخدها مني في العالي. محمد صلاح امبارح كان منفذ ليك في ايه؟ في الكوره اللي جايه، انه بيستلم تحت ضغط مره واحد على اثنين يعدي ويرقص من الاثنين، واحد على ثلاثه بيعدي ويرقص من الثلاثه، بيستلم على صدره ويطلع عمر كمال. لو استعرضنا بقيه الصور فتقول لي دي الكره اللي حطها للسوليه، طبعا حطها حلو جدا، لكن في الاخر انت النهارده بتتكلم على لعيب
الناس كمان بتقول لك ده كده مش مطلع احسن من اللي عنده، لكن الراجل عمل 8 فرص للتهديف، دي المصطفى محمد حطه هو الجون اللي احنا عايزينه. بس ربنا يكرمنا ان زي ما احنا عاملين الفريق كله بيحاول يدافع عن محمد صلاح في الحاله الدفاعيه عشان صلاح يتحرر اكتر. امبارح صلاح عمل ماتش من احسن ماتشاته. فاكر ماتش السودان ما كانش موفق، امبارح محمد صلاح ما شاء الله الله اكبر خسر الكره 4 مرات أو 5 في المقابل عامل لك 8 فرص للتهديف. بص محمد صلاح بيخش في قلب الملعب ازاي، واحد على 2 هيعدي، واحد على 3 بيعدي، ما عندوش مشكله. صحيح. حاجه تفرح يعني. نخش بقى على محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم اكتشاف الراسي ده، الله ده الراسي ده، الله اكبر بقى يعني. ليه بقى؟ بص محمد عبد المنعم افتكر كده كيروش عينادي، ليه يا جماعه؟ اصل لعيبه كاس العرب ما راحتش كاس افريقيا. ادي محمد عبد المنعم وادي عمر كمال عبد الواحد، نجوم. مروان اتكلم عن عمر وادي عبد المنعم. امبارح في ماتش صعب سبيستيان هالر هداف الشامبيونز ليج 10 تجوان كان في جيب محمد عبد المنعم يعني حرفيا. بجد بص على طول، بص هنا محمد منعم عنده ميزه في التوقع على ابراهيم. يعني اولا هو ما بيخافش، بيحضر الكوره جنبه يمين شمال ما عندوش مشكله. وبص في الصور دي على طول هتلاقيه واخد خطوه على طول متوقع. هنا موقف واحد على واحد عمر كمال عبد الواحد، هو راح في ظهره عشان لما الراجل يعدي منه هتلاقي على طول محمد عبد المنعم يقطع كل الكور اللي دخل فيها في التحامات مع لعيبه او توقع مع لعيبه كوتيفار، قطع الكور على طول. صراحه عنده عالي قوي، مشروع توقع غير طبيعي. عارف لعيبه الكوره المدافعين زمان توقيته رهيب، يوسف كابتن هاني رمزي اللي عندهم التوقع، هو قاري ايه اللي بيحصل، يحط رجله هايل. ما شاء الله ما شاء الله عبد المنعم ماتش هايل، ويخليك في حيره لو الونش خف وقام بالسلامه. لا وكمان يعني الحاجه الملفته جدا انه سواء عمر او سواء عمر كمال او عبد المنعم الاثنين مش محسسينك ان اصلا في مشكله خالص. خلي بالك ده احنا عمر كمال اساسا جناح. أيوة أيوة. يعني الراجل ايه عارف انت صح. مدرس فرنساوي لغايه لما يعني دي حقيقة. جاي باك يمين مش مركزه مظبوط. ومحمد عبد المنعم بيلعب على احسن مساك في مصر اللي هو الونش، مش محسسك ان الونش خالص. غايب يعني خالص. وتحس ان هو بيلعب بمنتخب مصر له 10 سنين. لا تقول ان هو الماتش رقم 100 دولي مثلا بالنسبه له بالهدوء. الله اكبر يعني ربنا يوفقهم، ربنا يحميهم بس يا رب. ما شاء الله ربنا يبارك فيهم ويحميهم يعني يا رب. حالتنا الهجوميه يا مروه، يلا بينا حالتنا الهجوميه عشان نشوف شكلنا الهجومي والترانزيشنات كانت عامله ازاي. نفسنا بس ندي وقت للرئيس مجلس اداره تنفيذ ركلات الجزاء، بس ان شاء الله في الحالات اللي جايه ده رئيس قلبي ده ما شاء الله. ده قصه مختلفه، ده التكنيك وال الدم يعني ربنا بص بعد البطوله يا ابراهيم عشان ان شاء الله يا رب. بص خلينا نحفظهم عشان ما نقرش عليهم. امين يا رب. ربنا يحفظهم يا رب. بص مصطفى محمد وتحركه الهائل جدا اللي اتكلمت عليه اسلام في البدايه، مش شرط ان انا بسجل الجون. بصوا بينزل ازاي، بيفضي المساحه من وراه، الكره دي اتعملت اكتر من 3-4 مرات. انني بيستلم الكره، لا مش دي يا شباب اللي فاتت، الحالات الهجوميه بالظبط هي دي. بص مصطفى محمد بينزل انني معاه الكوره، بيبدا ان هو ينزل بيفضي المساحه في ظهره. نمشي كده اللقطه، لا برضو مش هي دي الثانيه. الحالات الهجوميه لمنتخب مصر عمريكو حالا هيظبط لك الدنيا جوه. يلا لا عمر ما هيظبط الدنيا جوه، الموضوع في ايد عمر يبقى مفيش منتهي يعني. صحيح صحيح. بس انا كنت في نقطه عايز اقول على عبد المنعم، انا بشوف ان من الحاجات المعليه عبد المنعم وجود قائد جنبه اسمه احمد حجازي. طبعا طبعا. واختلافه عن حجازي يعني هما الاثنين كبروفايل سنتر باكس مختلفين شويه عن بعض. حجازي هو فكره ان ال 11 كانوا كويسين فشايلين بعض كلهم. صحيح. يعني شايلين برضو عمر وشايلين صح عبد صح المنعم، مطلعينهم في احسن صوره ممكنه. صحيح بالظبط هي دي اللقطه. انا عايزك تركز على عمرو السولية وهو بيجري في المساحه اللي بيفضيها مصطفى محمد. مصطفى محمد بينزل بيعمل وان ثيرد ران، بيحط الكره للنني، النني بيحاول ان هو يحطها لعمرو السولية في المساحه وبنروح من خلالها بالظبط نفس اللقطه دي تاني. مصطفى محمد بينزل بيباص الكره لعمرو السولية، عمرو السولية بيطلعها لمحمد صلاح، محمد صلاح بنحطه في مركز او في موقف واحد على واحد بسبب ان مصطفى محمد بيسحب لنا الليفت باك والرايت باك، بيسحب لنا الفول باكس، ودي تسديده من تسديدات محمد صلاح. تعالى اللقطه اللي بعدها. ايوه بالظبط اللي هي كانت عليها دي بالظبط. ده محمد النني بيستلم في مركز 6 يا اسلام، بيستلم في مركز 6 وده الفلويد فوتبول. حمدي بيطلع، احنا بنقدر نستلم ونطلع الكره على النني، النني بيعمل الكروس باس او اللونج بول على محمد صلاح اللي انت نفس اللقطه اللي انت كنت جايبها من شويه، بس انا هتكلم على تفصيله ثانيه فيها تحرك مصطفى. بالظبط مش بس تحرك مصطفى، لا النني يلعب الكره يحط اللونج بول على محمد صلاح. مش هي دي يا جماعه، لا بالظبط مش هي دي، ولكن يعني اللقطه اللي انا كنت عايز اقولها هي اللقطه اللي كان اسلام جابها لما عمر مرموش بيدخل بياخد المركز رقم 10
لما عمر مرموش بيدخل بياخد مركز رقم 10 هو اللي فضل المساحه بتاعت عمرو السوليه اللاعب نمره 8 ان هو نزل اتحرك في مساحه الوينج. المساحه دي عمرها ما كانت هتفضى غير لو عمر مرموش سحب معاه اوريه. كانت اللقطه كنت جايبها كانت مهمه جدا لان اوريه كان نازل عمال سايب ظهره خالص وعمال مركز مع عمر مرموش، واول ما صلاح قطم لجوه وعمل الكوره ابتدى يبص وراه علشان يشوف اللعيب اللي وراه. دي لقطه شبيهه شويه برده ممكن نتكلم عليها، هي لقطه عمر كمال عبد الواحد. صلاح بينزل بيستلم الكوره بيقدر يقف عليها بيسحب في ظهره كونان اللي وقف تماما امبارح هجوميا عشان يحاول يحد من خطوره محمد صلاح. عمر كمال بيتحرك في المساحه في ظهره. كمل اللقطه اللي بعدها. دي كره دي كره النني اعتقد اللي راحت لمحمد صلاح. طيب لغايه لما اللقطه تكون موجوده معانا خلينا اقول لحضراتكم ارائكم ان شاء الله على حسب زميلنا حسن غنيمه قال ان باذن الله حمدي فتحي يكون موجود في ماتش المغرب، ولكن لو ما كانش حمدي فتحي موجود باذن الله رب يكون موجود في اتم الجاهزيه الفنيه والبدنيه، لو ما كانش موجود مين افضل بديل ليه؟ تعالوا نشوف حضراتكم بعتوا لنا وقلتوا لنا ايه مين افضل بديل ممكن يكون مكان حمدي فتحي في تشكيله كارلوس كيروش في لقاء يوم الاحد القادم امام منتخب المغرب. سمر صلاح، مهند لاشين امامه النني والسولية، النني امامه السولية وزيزو او عبد الله، نمره 3 السولية قدامه امام عاشور والنني. سمر مقترح ثلاث سيناريوهات يعني مخلصه الدنيا فيهم. لو في واحد منهم زيزو او عبد الله. منصور العماوي، اي حد هيبقى موجود في المكان ده ان شاء الله هيبذل كل جهده عشان يفرح بلده وان شاء الله مصر في المونديال، هو ده الكلام والله يا منصور. اسلام سلطان، مهند لاشين يلعب لاننا هنفتقد زيزو لو لعب في نص الملعب، زيزو يبقى ورقه رابحه مميزه في الشوط الثاني. وجهه نظر مهمه جدا يا اسلام. عبد الملاك خيري او عبد الملك خيري، مساء العسل عليك يا عبد، افضل بديل ايمن اشرف والتمنى ان شاء الله يا رب. ممدوح المايسترو، امام عاشور او مهند لاشين صدقني كل الموجود رجاله بجد ربنا معاهم، ده حقيقي فعلا. احمد عادل، مساء الورد والياسمين عليك يا ابو حميد، افضل بديل هو اللاعب مهند لاشين حبيبي ربنا يعزك ويحفظك شكرا. مروان ممدوح، زيزو لان زيزو سوف يعطي نزعه هجوميه. مروان ممدوح. احمد الطيار، احمد سيد زيزو. اسلام، نخش على المغرب بقى سريعا عشان وقتنا بيداهمنا. يلا بينا سريعا. منتخب المغرب منتخب قوي جدا، احنا حظنا بنيجي نلعب حد بيعمل شو قبلينا. منتخب المغرب عمل ماتش كبير جدا قدام منتخب مالاوي. حلو الشو ده، حلو حلو يعني ان شاء الله نمشي زي ما احنا، لكن منتخب قوي. وحيد خليلوزيتش بقاله سنتين ونص ثلاث سنين بيلعبوا 4-1-4-1، منتخب اجريسيف جدا، عنده مجموعه من اللعيبه المحترفه كتير جدا، اهم وابرز اثنين لعيبه طبعا اشرف حكيمي واحد من احسن الباكات اليمين في على مستوى العالم، والناحيه الثانيه هجوميا سفيان بوفال اهم اثنين في الفريق كله، لكن الفريق كله قوي جدا. هنعرض شويه حالات سريعا جدا. بيلعبوا 4-1-4-1 ابراهيم. عندهم مشاكل، عندهم مشاكل، لكنه فريق. ايه هي بقى المشاكل؟ انا عايزك تحط يعني ايدي على المشاكل. عايزين نحط على طول بقى هنجري. طبعا الصوره اللي بيبين لك ان هم بيلعبوا 4-1-4-1 بيدافعوا بيها وبيهاجموا بيها. الفكره كلها ان الاثنين الثمانيات بتوعهم مش بنزعه دفاعيه كبيره. اللي كان بيلعبوا شبه كوتيفوار في ايه؟ ان هم بيدافعوا باثنين. خلينا نقلب الصور يعني الاثنين الفريق كله طاير. بص خلينا نقلب الصور لو تاخد بالك هم بيلعبوا دفاع عالي قوي، دفاع متقدم جدا. هنجيبها لك في الصور. دي من الحاجات المهمه جدا ان هو عنده مساحات. بص وهو بيحضر اللعب في اثنين اهم، الاثنين السنتر باكس رومان سايس ونايف اجرد. بص بقى على اليمين نمره 2 ده اشرف حكيمي، على الشمال هناك خالص ادم ماسينا الباك ليفت، قدامهم الراجل سامي ماي او سفيان مرابط واحد، فبالتالي هما بيلعبوا زي اثنين يعني 2-1-4-3. المهم بقى بالنسبه لك بص المنظر ده على طول تركز على مين؟ سفيان مرابط. الدور اللي مصطفى محمد عمله مع سيري في كوتيفوار، حد يضغط على سفيان مرابط طول الوقت، اول واحد بيطلع يستلم الكوره ويبدا اوتوماتيك يبص يمينه على اشرف حكيم. هما بيدوروا على اشرف حكيم، هيلعب له كوره عاليه او هيروح لاشرف حكيمي عشان يلعب كوره 1 2 ويعدي. اشرف حكيمي بيرقص بيعمل 1 2 ويروح يرفع من اي حته ما شاء الله حل. بيخش في بص اشرف حكيمي سفيان مرابط هيلعب على حكيمي بيخش في قلب الملعب هو لغايه جوه عادي جدا يخترق ما عندوش مشكله. لو الراجل الجناح راح يمين هيخش في القلب هو ما عندوش اي مشاكل. نقلب بس الصور بسرعه عشان نتكلم عن مشاكل منتخب المغرب. المشاكل الرئيسيه المساحه اللي في ظهر اشرف حكيمي. راجل بيرتد بسرعه ولكن تقدر تلعب في ظهر اشرف حكيمي، اول ما تقطع الكره فكر في ظهر اشرف حكيمي. ابو المراميش بقى مرموش. وبص بقى الناحيه الثانيه
محمد صلاح برضو عليه دور كبير جدا. ليه؟ الناحيه أيوة. الشمال ادم ماسينا لعيب واتفورد الباك ليفت هو الثغره الدفاعيه الاساسيه في منتخب المغرب. ادم ماسينا الباك ليفت، واللي جنبه بيلعب نايف اجرد المساك والباك الشمال. العب في ظهرهم، مساحه واسعه بينهم وبين بعض طول الوقت، ضعيف نسبيا دفاعيا ودايما العب عليه هو على طول. المشكله الثانيه عمق الملعب زي الصور دي 4-1 4-1، عقبال ما بيرتدوا ابراهيم عشان بيضغطوا اضربهم عمودي في مساحه يمين وشمال، سفيان مرابط حد من لاعبتنا يخش في القلب ويلعب على الباك ليفت تاني ادم ماسينا، محمد صلاح يستلم في ظهر ادم ماسينا ندافع عليهم زي ما دافعنا على كوتيفور بالظبط. اسلام هيضربهم عمودي، انت هتعمل ايه يا حاج مروان؟ انا هضربهم من برضو ورا اشرف حكيمي. اشرف حكيمي من افضل اللعيبه، جايبين له حالات برضو في الناحيه الدفاعيه. يلا. مش عارف هنلاقي وقت النهارده ولا لا، لكن اشرف حكيمي كان افضل واحد في منظومه كونتي لما بيلعبوا ثلاثه ورا، هو بيلعب في الاربعه دي، تحركات اشرف حكيمي. بص هو فين ابراهيم؟ ماسك هو الخط. هو لا هو كمان معدي خط نص الملعب على طول طاير. نكمل بقى الحالات سريعا. بص هو بيستلم اكتر مساحتين بيستلم فيها الكوره هي بعد خط النص، 23 استلامه و16 استلامه. اللي بعدها الكروسات بتاعته على طول بيوصل، يا اما بيعملها من الخط يا اما بيعملها من قبل الخط بشويه، اكتر من 6 7 كروسات افريج في كل ماتش. دايما في الصوره اللي فاتت بتروح دايما على القريبه بالظبط. دي بقى الخريطه الدفاعيه بتاعته، مش دايما مش متواجد دفاعيا. لا لا هو ما عندوش حته الدفاع دي مش موجود، ولذلك زيدان ما كانش بيعتمد عليه. نمشي برضو الحالات الثانيه. دي الخريطه الحراريه بتاعته بتوضح ان هو على طول في نص ملعب الهجومي. اللي بعدها بالظبط دي مهمه جدا بالنسبه لي، لان دي خريطه اختراق منتخب المغرب امبارح قدام ملاوي او اول امبارح قدام ملاوي. على طول بيخترقوا من الجناحات، 16 اختراق من الناحيه اليمين ومن الهاف سبيس ناحيه اليمين، و16 من الناحيه الشمال. حالات اشرف حكيمي نفسها واضح من وشك ان مفيش وقت مش هنلحق. بص يا اخر حاجه انا اسف اخر حاجه، الكرات الثابته بيلعبوا فاولات. كلنا شفنا اشرف حكيمي اربع فاولات، الاربعه جوه الفريم، اثنين دخلوا واثنين اتصدوا. الكورنرات والفاولات حوالين ال 18 نخلي بالنا قوي، رومان غانم سايس، نايف اجرد، ادم ماسينا، يوسف النصيري، اربع لعيبه الله اكبر كلهم اطوار يعني كبيره جدا. نخلي بالنا قوي ما نعملش فوارد حوالين ال 18. الكور العاليه مصطفى محمد عليه دور ياخد الكره من القريبه يطلعها على طول. للاسف وقتنا خلص. اسلام نورت الدنيا ان شاء الله يا رب. نورت الدنيا يا اسو، ربنا يخليك. نورت الدنيا مروان، كل الشكر ليك. الشكر موصول لحضراتكم على المتابعه، ونشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي، ومنتخب مصر متاهل الى دور نصف النهائي بعد فوزه على منتخب المغرب. شكرا جزيلا لحضراتكم.